بعد ما رجعنا لكم من الفاصل كان معانا في الفقرة الأولى الكابتن عبد الحميد شبانة. طبعا معانا فقرة محببة لجميع السادة المشاهدين. بنرحب الأول بالكابتن محمد رأفت. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن. المدير الفني لأكاديمية يوفنتوس. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن، مبسوط أنا معاك. الدنيا يا كابتن محمد والله. نورك كابتن، ربنا يخليك. براعم مصر وناشئين مصر الكابتن يوسف أحمد حسن. برحب بك يا كابتن. حبيبي يا يوسف. أهلاوي ولا زملكاوي يا يوسف؟ أهلاوي. أيوه كده أجمد. نادي القرن صح؟ بنرحب بضيفنا بالناشئ والبرعم الجميل الكابتن مروان محمد عاطف. ازيك يا مروان؟ منور الدنيا يا مروان. بنورك يا كابتن. أهلي ولا زمالك يا مروان؟ أهلي. يا كابتن محمد أنت بتربي الأهلي على النادي الأهلي. مين أهلاوية والله؟ مش أهلاوي أنا. ناوي يعني على النادي الأهلي؟ لا لا أنا مش أهلاوي، أنا زملكاوي. ما انا عارف ان انت زملكاوي يا كابتن محمد، عشان كده ما سالتكش. حبيبي يا كابتن. انا سالتهم ليه؟ حبيبي يا كابتن، منورين الدنيا يا جماعه. نورك يا كابتن، ربنا يخليك. نبدا طبعا حوارنا النهارده. انا يعني ضد ومع الاكاديميات، ولكن الاكاديميه اما يبقى مدير فني راجل مؤهل علميا ومؤهل تدريبيا ونفسيا، وولادنا بنوديهم في ايد امينه، انا مأيد الكلام ده. اما اكاديميه وتسويق وبيزنس وكلام من ده، انا مش مع الكلام ده. كابتن محمد انت معاك اكاديميات كتير الحمد لله. الحمد لله بادئ الموضوع ده من زمان الحمد لله. وانا عارف ان انت حد محترم، يعني انت ما شاء الله بتراعي ربنا في شغلك، بتراعي ربنا مع الاولاد، وان شاء الله يعني معاك لعيبه كتير الحمد لله سوقتهم الحمد لله فضلنا معاك. انت شايف يعني كم الاكاديميات اللي كتير دلوقتي، انت عندك طموح وامل ان انت تتفوق على جميع الاكاديميات في مصر؟ هو ده بصراحه اللي انا شغال عليه دلوقتي حاليا. تمام. بس هي في مشكله بسيطه. ايوه. ان احنا كشعب مصري بنحب الشو زياده عن اللزوم. هي دي طبيعه فينا، مش مشكله. فاحنا مش بنبص الاكاديميات الخاصه، احنا بنبص اكاديميات الانديه. الانديه معظم الناس يقول لك اجيب مثلا اكاديميه يوفنتوس ليه؟ طب انا اودي اكاديميه النادي كذا، النادي فلان سين صوت. انا مع اكاديميات الانديه. اختلف مع حضرتك. ليه بقى؟ انا شايف اللي هي الجورة وبيزنس من الدرجه الاولى. اللي هي الانديه طبعا. ده انت تقصد الانديه الاستثماريه. الانديه الاستثماريه واكاديميات الانديه اللي فاتحه فروع ليها في كل مصر. في كل مصر اكيد. طيب اروح بقى ليوسف ومروان. انت مثلك الاعلى مين في مصر يا يوسف؟ محمد صلاح ابو تريكة. لا احنا عايزين واحد. محمد صلاح. طب ما كان ابو تريك. ماشي يا يوسف. انت اشوى ولا يوسف؟ بلعب بالاثنين عادي. مكانك ايه في الملعب يا يوسف؟ خط وسط. طب يبقى ابو تريكه بقى ولا ايه؟ ابو تريكه. يعني ان شاء الله نشوفك. يعني تحب تروح فين يا يوسف؟ الاهلي. طب الكابتن محمد مش عارف يجيب لك السيديهات بتاعتك نعرضها للساده المشاهدين؟ لا لا باذن الله الحلقه الجايه تبقى متوجه. ايه؟ لا ان شاء الله الحلقه الجايه تبقى موجوده كل حاجه باذن الله. انا اعرف ان يوسف لعيب كويس. يعني كويس جدا. كويس جدا. ان شاء الله ربنا يوفقه. ان شاء الله. يا رب. مروان، كان في حارس في الاهلي اسمه مروان، انت حارس مرمى ولا مكانك ايه في الملعب يا مروان؟ انا مكاني خط وسط برضه. انت جايب لي بقى خط الوسط تعمل عصابه يا كابتن. ايوه. ها؟ يعني انت خط وسط اشول ولا رجلك اليمين ولا الاثنين مع بعض؟ لا يمين بس. طب ما عايزين بقى الكابتن محمد تساعده كده ان الشمال كمان تشتغل. ايوه انا ببص بالشمال بس ما بقدرش اشوط بيها. يعني انت شغال بيها بس في الشوط؟ لا. لا بقدرش. ده دي بقى شغله كابتن محمد. يعني اكيد مع الوقت ان شاء الله. بص الموسم يعني سنه واحده لو ما لعبتش الشمال دي انا بقى هتصرف مع كابتن محمد. ايه رايك؟ كابتن محمد اكيد عندك لعيبه مميزه في الاكاديميه. طبعا. يعني ممكن يعدوا كام لاعب مثلا، انت عينك انت بقى يعني عليهم ومتابعهم، شايف كام لاعب كده من الاكاديميه يقدروا يلعبوا في دوري ممتاز ويبقى لهم طموح وامل؟ والله لا لا في خامات كتير كويسه والله يا كابتن. في خامات كويسة. طبعا طبعا. في مثلا لو هنتكلم ممكن نتكلم في 11 12 لعيب. لا ممكن يبقى لهم مستقبل كبير قوي في مصر. احنا ان شاء الله من خلال برنامج الكره والجماهير بالتعاون مع اكاديميه يوفنتوس وكابتن محمد رأفت المدير الفني هو المسؤول عن الاكاديميه، احنا ان شاء الله هنلقي الضوء على الاكاديميه واحنا معاكم في اي حاجه. يعني ان شاء الله كل اللعيبه المميزه نقدر ان احنا نعرضها من هنا من خلال شاشتنا ومن خلال برنامج الكره والجماهير، واحنا معاك في اي حاجه انت تعوزها. تمام يا كابتن، ربنا يخليك. التعامل مع البراعم وفي تعامل مع الناشئين طبعا في خلاف بين الاثنين؟ طبعا في. طبعا
يعني انت لازم تنزل انت بقى يعني. طبعا مدرب برام لازم يكون اهدى كمان في السن ده. طبعا لازم يكون اهدى. ما ينفعش مدرب برام يكون عصبي. تمام. ما ينفعش. وبعدين البرايم مش الدرجه الاولى تعلم كره القدم. ايوه. هو الاستمتاع. جاي يستمتع. بس ولو حب اللعبه هيبقى لعيب كويس، ولو حب المدرب هيجتهد ويبقى حاجه كويسه. ممكن اضيف عليك حاجه برضو يا كابتن محمد؟ السلوك بقى ده اهم حاجه. طبعا. يعني السلوك ده في الاكاديميه، لان ولد في السن ده بيحتاج ان هو التربيه الاول وبعد كده نديله كوره. اصل الكوره هتيجي صح مع الشغل. فاهمني؟ طبعا السلوك رقم واحد. طبعا. تمام. طب انا يعني حد بيكلمني دلوقتي بيقول لي لازم تكلم البراعم. تمام. ابدا بمروان ولا يوسف؟ مين الكبير الاول؟ يوسف اكبر بسنه. يوسف 12 سنه. ومروان 11 سنه. يبقى هو كابتنك كده يوسف في الاكاديميه. صح. يبقى يوسف بس مروان اقدم. ايه؟ مروان اقدم. مروان اقدم. اقدم. وانت ماشيها ادميه ولا السن؟ لا بصراحه ماشيها ادميه. ادميه. كده ينفع عم يوسف بقى خلاص، يبقى مروان هو الكابتن. ايه رايك؟ عادي. ايه؟ عادي. طيب انتوا حابين الكابتن محمد؟ طب بيعاملكم بقسوه ولا؟ لا عادي. ايه؟ عادي. معامله عاديه. ايه؟ انا هاخد راي الاول مروان. لا معامله عاديه قوي. معامله عاديه؟ يعني انت شايفه مثل اعلى ليك وبتسمع كلامه في كل حاجه؟ بس في حاجات يعني ايوه ما بسمعش كلام فيها. في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها على الهوا. طب هتقول لي عليها بعدين؟ ماشي يا مروان. وانت يا يوسف؟ هو بيعملنا عادي، مثلا لو في فاول او كده بيعلمنا نبقى راجل نستحمل ونقوم نكمل عادي. كمل يا يوسف. بس كمل يا يوسف. قول يا يوسف انا سامعك. هو بيعلمنا البدني، بيعلمنا بدني. تمام. ومهارات بس هو ما بيركزش فيها قوي، اهم حاجه عنده الاستلام والباص. ايوه. وسرعه والجسم. تمام. طيب هو متابعكم بقى يا مروان؟ بتناموا بدري؟ بيكلمكم في الحاجات دي؟ بتناموا بدري؟ طبعا. تصحى بدري؟ طبعا. في تواصل على طول مع غالي امور يا كابتن. ده مهم ده يا كابتن محمد. طبعا ده بجد يعني. والله طبعا في حلقه وصل بينك وبين ولي الامر، وتحديدا برضو في الدراسه يعني. طب في المدرسه ولا في الدروس لازم تتابعوا؟ صح صح. ولا لازم. ايه؟ طبعا يا كابتن لازم. طيب انت شايف يا كابتن محمد ايه اللي انت بتعمله بالنسبه للبراعم والناشئين عشان يبقى عندنا مليون محمد صلاح في مصر؟ يعني رقم واحد. ايوه. يعني نبعد شويه عن الفكر المصري. نبعد شويه عن الفكر المصري. حضرتك فاهمني كويس قوي. تمام ماشي. معظم انديه مصر يعني تزوير تسنين الكلام ده. لا نشتغل على اللاعب. أيوة. من بدايته. طب حضرتك انت حاطط هدف ان انت بتسوق من اكاديميتك. تمام. البراعم والناشئين اللي زي الفل دول اهلي زمالك او دوري ممتاز عامه يعني. ده طموح عندك. طبعا. ان لازم اللعيبه دي انا بدربهم عندي. دايما بقول لهم كده. ايه؟ دايما بقول لهم كده اللي هيبقى كويس ويجتهد. أيوة. مكانه على طول في نادي. تمام. طب حضرتك بقى بتروح معاهم اختبارات ولا بتجيب لهم لحد عندهم الاختبارات ولا نظام تسويقك ازاي في الاكاديميه؟ انا من قيمه اسبوعين بالظبط كنت عامل اختبارات الاسماعيلي عندنا في الملعب، كنت جايب الناس. يعني كنت جايب نادي الاسماعيلي عندك. تمام. خد منك كام لاعب يا كابتن محمد؟ خد يوسف وخد لاعبين كبار. يوسف من المحرز السنه الصغيره ببرايم. يعني خد اثنين لعيبه ناشئين. يوسف هو خد يوسف. خد يوسف في الاسماعيلي. وخلاص هيمضي معاه. لا لسه ربنا يكرمه وراح اختبار الثاني ونجح باذن الله اخر اختبار ليه ان شاء الله الاختبار الجاي في الاسماعيليه في النادي. طب ومروان دخل الاختبار؟ لا مروان ما كانش موجود. ليه يا مروان كنت فين؟ لا ما عشان ابويا قال لي مستواك وحش عشان انت متطلب عليك. انا اللي قلت له. يعني الكابتن محمد هو اللي معاقبه. انت اللي عاقبته. على فكره ده كويس يا مروان. هو هو بيحبك يعني. بس هو شايفك ان انت مش مؤهل لسه ان انت تدخل الاختبار. أيوة. يعني هو برضو بيعمل لمصلحتك انت. ايوه. ما انت ممكن تدخل الاختبار وانت مش جاهز، مش هتوافق في الاختبار. هو شايف بعينه هو بقى ومتابعك امتى تدخل الاختبار. أيوة. صح. قال الاختبارات الجايه هبدخلك. يعني انت مش زعلان من الكابتن محمد؟ لا عادي. قول لي بس. ما بزعلش منه والله، ما بزعل منه. واضح ان في روح حلوه بينك يا كابتن محمد وبين اللعيبه بتاعتك. طبعا يا كابتن. وان شاء الله انا اتمنى ان كل اللعيبه اللي عندك في الاكاديميه ان شاء الله كلهم يبقوا نجوم مصر في المستقبل. ربنا يخليك. وان شاء الله تقدر تسوقهم في انديه الدوري الممتاز. وده بيحتاج جهد وعرق طب انت معاك كام مدرب في الاكاديميه يا كابتن محمد؟ حاليا انا اللي ماسك الاداره الفنيه بتاعت الاكاديميه، كان في 3 مدربين. تمام. بس بنعمل عدد هيكلة من اول وجديد. بصراحه مش حابب اجيب اي حد يشتغل. ما هو ده اساسي طبعا. يعني مش لا إيه مش شرط يكون حامل شهاده مثلا او معاه رخصه يقف في الملعب يشتغل. يعني انت مثلا لو لاعب كوره مثلا. تمام. ممكن يدخل معاك الاكاديميه يدرب. لا
تمام، انا احييك على ده. لازم يكون في خبره تدريبيه، لازم خبره تدريبيه، ولازم يكون حاصل على روح علم يا كابتن. طبعا يا كابتن، وعلم. النهارده التدريب الناس مفكره ان هو بالفهلوه كده وبالحب، لا التدريب ده علم ورخص وكتب. طبعا طبعا. يعني انا النهارده مثلا اما تيجي تشوف مثلا خريج كليه التربيه الرياضيه ممكن يجي يعمل لك وحده تدريبيه على الورق، صح، يعمل لك ينزل الملعب ينفذها، لا بس هو هينزل الملعب فين؟ صح. الممارسه بقى، ما هو انت لازم تمارس، دي بتفرق. وما ينفعش برضو اجيب واحد مارس ومش مؤهل علميا، ما درسش، صح، لان الولد ده في السن ده محتاج ان انت تكون فاهم امتى ينام وامتى يصحى وامتى تدي له تزود له الجرعه التدريبيه. صح. يعني الموضوع مش سهل. صح طبعا، وتحديدا في السن ده، لان السن ده بيكتسب. صح يا كابتن، فاهمني يا كابتن محمد؟ صح. انا اقصد طبعا طبعا. تمام، حضرتك بالنسبه للاعيبه المميزه عندك في الاكاديميه بيبقى فيها تفرقه شويه بين اللاعب اللي لسه مستواه عايز شغل كتير، ولا انت بتعتبرهم كلهم سواسيه؟ بصراحه كل واحد، كل واحد، بس اكيد اللاعب الكويس، حضرتك اكيد لعبت كوره او مدرب. تمام. او عارف اللاعب الكويس بيبقى ليه معزه تانية خالص، هو هي بتبقى طبعا بس جواك، بس لازم ما تبانش قدام الولاد. طبعا كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد في التمرين، كل واحد. تمام. واللي بيغلط لازم يتعاقب، بيتحرم من حاجه معينه، من التقسيمه، من اختبارات زي ما مروان. ما عنديش، كل واحد. طيب مروان، لو اتعرض عليك الاهلي او الزمالك تروح فين يا مروان؟ الاهلي على طول. على طول الاهلي. الاهلي. انت بتحب مين بقى في لعيبه النادي الاهلي يا مروان؟ مروان محسن. مروان محسن، بس ده فرود. انا عارف. ايه؟ انا عارف. وكان بيحب ازارو كمان. وليد ازارو. تبقى قوي كده زي وليد ازارو. كاتب على التيشيرت بتاعه بتاع الاكاديميه مروان ازارو. مروان وازارو. والله. لا شكله كده يبقى لعيب كويس مروان ان شاء الله. ان شاء الله. وانت بقى بتحب مين بقى في الاهلي او الزمالك؟ انا هفتحها معاك يا يوسف. بحب اوباما. ماشي كويس. عشان مكانك بس. صح؟ لا عادي. لا هو اوباما لعيب كبير. ومين تاني؟ وحازم امام. حازم امام. صغير. صغير ولا الكبير؟ لا الصغير. باك رايت. باك رايت. انت بتحبه عشان مهاري. ايوه. انما ما بتحبش الحته الدفاعيه. صح؟ ومين تاني يا مروان؟ وفرجاني ساسي. مين؟ فرجاني ساسي. لعيب كويس طبعا. بحب مؤمن زكريا. ماشي. ماشي. لا ما شاء الله هم مختارين اسماء، يعني واضح ان هم خلاص يعني عاشوا معاك في الليله بقى في الاجواء بتاع الرياضه والكوره والاكاديميه، وان شاء الله يبقى لهم طموح يعني. ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. انتوا شرفتونا النهارده يا مروان ونورتونا ونورتيني يا يوسف النهارده، وان شاء الله هنشوفكوا تاني. ان شاء الله. بس نشوفكوا بقى والكابتن محمد مجهز السيديهات بتاعتكم ان شاء الله، الحاجات تبقى موجوده عشان احنا نشوفكم والجمهور يشوفكم ان شاء الله. صح؟ صح. انت شايف رؤيتك المستقبليه يا كابتن محمد وهدفك ايه للاكاديميه من خلال برنامج الكره والجماهير تعلنوا على الملأ؟ رقم واحد في مصر. ده هدف. رقم واحد في مصر. اكاديميه يوفنتوس مش اقل من 10 لعيبه. مقرها فين يا كابتن محمد الاكاديميه؟ في ناهيه في الجيزه. ناهيه في الجيزه. في الجيزه. طب اكيد عندك اكاديميات تانية. طبعا يعني في منافسه. في ايه؟ في، بس اي مكان لازم انا ابقى موجود فيه حضرتك لازم يبقى رقم واحد في مصر. احنا نتمنى طبعا والله يا كابتن محمد، انت حد محترم وحد كويس وحد حابب شغله، وانا شايف الروح الجميله اللي بينك وبين الناشئين، يعني هم حاسس يعني ان شفت انت بقى علاقه الاب بابنه، مش موضوع مدرب او موضوع بيزنس. احنا بره الملعب صحاب، بره الملعب لو في حد معاه مشكله يجي يحكي لي. تمام. يعني طبعا قريب منهم. طبعا طبعا طبعا. على فكره دي ميزه جدا ودي اللي بتنجح العمل الحمد لله، ان هم مش حاسين بقى ان انت كوتش وعامل عليهم لا كوتش. لا 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 يعني جوه الملعب احنا بنشتغل ومفيش هزار، شغل جد مفيش هزار. نخرج بره الملعب بقى احنا اخواتي الصغيرين واصحابي وكل حاجه. ايه رايك في الكلام ده يا يوسف؟ تمام تمام. ايه رايك يا مروان في الكلام ده؟ حلو الكلام ده. حلو. ماشي يا مروان، انا بصراحه انا كان نفسي وقتي معاكم يطول اكتر من كده، الحديث معاكم جميل وشيق، وان شاء الله يا كابتن محمد توعدنا احنا عندنا الاسبوع الجاي مش هيكون معانا الكابتن محمد رأفت، الاسبوع اللي بعده هيبقى هيكون معانا الكابتن محمد رأفت ووجوه جديده معاه في الاكاديميه ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله احنا من خلال برنامج الكره والجماهير احنا كل الدعم لاكاديميه يوفنتوس و كل الدعم للكابتن محمد رأفت. ربنا يخليك. الراجل المجتهد المحترم اللي بيأدي شغله بإخلاص واخدها بجد عن قناعة شخصية مني، وأنا عارف شغله كويس، هو بيقدم حاجة للشباب المصري، البراعم الجمال اللي احنا شايفينهم دول. إن شاء الله ربنا يوفقك يا كابتن محمد، كل التوفيق يا شباب إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله. وعد خلاص يوسف هيروح الإسماعيلي خلاص إن شاء الله. إن شاء الله خير. ومروان بقى إن شاء الله يا أهلي يا زمالك يا مروان خلاص.
الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله في لقاءات كتيره متعدده ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بنشكر الساده المشاهدين ومتابعي برنامج الكوره والجماهير. اتفضل يا كابتن. اقول حاجه بس اقل من دقيقه. طب اتفضل. احب اشكر باشمهندس محمد عاطف، ده مدير التسويق في الاكاديميه. تمام. وراجل بيحب شغله بطريقه فظيعه. الاستاذ محمد عاطف طبعا. مدير التسويق طبعا. في اكاديميه الكوره. طبعا مدير اداري كابتن محمد المصري، راجل بيتعب، وفعلا فعلا من غيره الاكاديميه كاداره لا مش هنبقى في مكاننا. وانا بشكرك جدا ان انت فاكر المجموعه والجروب بتاعك يا كابتن محمد، وده نجاح العمل الجماعي ان شاء الله. وكويس ان انت فاكرهم وبتشيد بادائهم ان شاء الله. كل التوفيق لاكاديميه الفندق تحت قياده الكابتن محمد رأفت. ربنا يخليك. اتمنى نكون اسعدناكم. وطبعا النهارده يوم عصيب على الكره المصريه بخروجنا من، انا نسيت اتكلم معاكم عن منتخب مصر، لان كلنا بصراحه غير راضيين عن اداء المنتخب والخساره المذله للرياضه المصريه على ارض استاد القاهره. ان شاء الله مع يعني ان شاء الله تطور للرياضه المصريه، وان شاء الله حظ اوفر وحظ اسعد لمنتخب مصر. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، كان نفسي نكون النهارده فرحانين بمنتخبنا وصعودنا للدور اللي بعد كده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في نهايه حلقتي تصبحوا على خير.